وطننا لتكوين عنصر بشري مؤهل يضمن أداء المهام في كل الجزائريون. لا نخاف الحرب ولا نخشى موت. وراس سيف الدين تكوين عسكري قاعد مشترك. إن الدفعات التي تتفضلون اليوم بالإشراف على حفل تخرجها والمتكونة من الدفعة 64 لضباط الإتقان، الدفعة 28 لضباط التطبيق تخصص مدرعات، الدفعة 4 للتكوين العسكري المشترك القاعدي للضباط، الدفعة 30 أهلية عسكرية مهنية من الدرجة الثانية، الدفعة 56 أهلية عسكرية مهنية من الدرجة الأولى، الدفعة 4 أهلية عسكرية مهنية من الدرجة الأولى تكوين مكونين، الدفعة 39 لشهادة العسكرية مهنية من الدرجة الثانية.